وكنحس براسي مكلخ مكلخ مكلخ. ورب كينغ معكم الجاكوار، فيديو جديد واليوم فيديو سبيسيال، فيديو مختلف. كنحاول ننوع باش نشوف المحتوى اللي كيعجبكم وندير واحد التفاعل ميت. وهذا الفيديو خاص بالناس الاذكياء، اللي ذكي بزاف غادي يكمل الفيديو وغادي يعرف كاع الاجوبه. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، نتشوفوا ورا الانترو. ليتس جو جاكوار. يستطيع حمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار؟ يستطيع حمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار؟ العجوز يعني كشبه. خليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في. اكتبوا حتى انتم في الكومنت قبل ما تسمعوا الجواب. البحر ضعيف، النسيم يحركه وقوي. النسيم يحركه وقوي، السكين الحاد لا يترك في اي اثر. النسيم يحركه وقوي، السكين الحاد لا يترك فيه أي أثر. سكين لا يترك فيه أي أثر. سكين الهواء. لا راجل. صانعه يبيعه وشاريه لا يستعمله ومستعمله لا يراه. صانعه يبيعه وشاريه يستعمله ومستعمله لا يراه. عايز جملة مفيدة. أوف، هادشي صعيب. صانعه يبيعه، صانعه يبيعه وشاريه لا يستعمله. شي حاجة كتشريها وما تستعملهاش. اللي يعرف هاد الأجوبة بثلاثة أسطوري. ومستعمله لا يراه، مستعمله لا يراه. نظارات. أنت فاهم ولا هتتعبني؟ الكفن. يتسع لمئات الألوف ولا يتسع للطير المنتوف. يتسع لمئات الألوف ولا يتسع للطير منتوف. شنو كتعني هاد الطير منتوف؟ يا اخي انا عايز اضربك بحاجة. لا 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 ناكس، ما عرفتوش. ما هو القفص الذي لا يحبس فيه حيوان او طير؟ ما هو القفص الذي لا يحبس فيه حيوان او طير؟ قفص. السجن. اي حيت راني صايم مام. لها رأسه وليس لها رأس. وكنحس براسي مكلخ. مازال ما جاوبت على حتى شي سؤال، باقي صفر نقطة. لها رقبه وليس لها رأس، فما هي؟ لها رقبة وليس لها رأس. لها رقبة وليس لها رأس. المطرقة. وكنحس براسي مكلخ. So stupid. الزجاجة. لحمه من الداخل وعظمه من الخارج. لحمه من الداخل وعظمه من الخارج. تركيز درك، تركيز لا نهائي. لحمه من الداخل وعظمه من الخارج. الصدفة هي هذيك الصدفة. تلحفات. الشهر الذي لو حذفت أول حرف منه أصبح اسم فاكهة. الشهر الذي حذفته. وكنحس براسي مكلخ مكلخ مكلخ. شهر تموز. ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ ما هو الشيء الذي يتكلم جميع لغات العالم؟ شيء. الهاتف. الهاتف. شيء. امال عايزين نعمل يا اخوي؟ انجح كده من اول مره؟ صدر الصوت هادي خربيقة، ما تحمقونيش، هذه تخربيقة. هل تعرف الشيء الذي كلما يزيد ينقص ويقل؟ وعلى أسئلة كنت تحطوا هذه الأسئلة في الباك ما كانش اللي ينجح. هل تعرف الشيء الذي كلما يزيد ينقص ويقل؟ الشيء الذي يزيد وينقص ويقل. A few moments later. الإنسان، يعني العمر ديال الإنسان. الله أكبر عليك. من هو ابن الماء ولكنه يموت إذا وضعناه في الماء؟ من هو ابن الماء لكن يموت إذا وضعناه في الماء؟ ابن الماء. السمك، ولكن السمك يعيش في الماء. السمك لا، يموت إذا وضعناه في الماء. النار، النار ماشي ولا الماء. تلج. ناجح وموفق بإذن الله. شيء ليس له بداية ولا نهاية.
شيء ليس له بداية ولا نهاية. الزمن الزمن. دائرة. لونه أسود ولا ينتفع به إلا إذا كان لونه أحمر. لونه أسود ولا ينتفع به إلا إذا كان لونه أحمر. وعلى أسئلة. لونه أسود ولا ينتفع به إلا إذا كان لونه أحمر. 2000 years later. كنت عارفة كنت عارفة. الذي تأكل منه مع أنه لا يؤكل. الذي تأكل منه مع أنه يؤكل مع أنه لا يؤكل. الذي تأكل منه. الصحن. طبق. الذكاء الخارق. نتحداكم تكونوا مجاوبين على أسئلة بحالي. الذكاء لا نهائي. ما هو أوجه الشبه بين التفاحة والموزة؟ أوجه الشبه بين التفاحة والموزة ما كاين الشبه. القشر. الموزة عندها قشر سميك. وجه الشبه هي أنهم فاكهة. قسما بالله برنس عجبني. شيء ما يملك أسنانا ولكنه لا يستطيع العض. شيء ما يملك أسنان ولكن لا يستطيع العض. عنده أسنان وما يقدرش يعض. له أسنان. المشط. سواسية كأسنان المشط. زكي زكي أنت زكي وزواق. ما هو السؤال الذي تكون دائما إجابته مختلفة؟ ما هو السؤال الذي تكون دائما إجابته مختلفة؟ تاريخ. تاريخ ولا الوقت؟ تاريخ ولا الوقت؟ كم الساعة؟ ثالثة. كم الساعة؟ ثالثة ونصف. كم الساعة؟ سير. إذا أكلته كاملا تستفيد وإذا أكلت نصفه تموت. إذا أكلته كامل تستفيد. إذا أكلته كامل تستفيد. إذا أكلت نصفه تموت. السمسم. هذه المعلومة ما عارفهاش. السمسم يعني السم. امرأة عقيم هل تلد ابنتها أطفال أم تكون مثل والدتها؟ لي ما عارفش الجواب ديال هذا السؤال. غادي يكون أغبى إنسان في التاريخ. لا راجل. امرأة عقيم هل تكون ابنتها أم العقيم ما كتولدش يعني ما غاديش تكون عندها ابنة. ما تصفقوش عليا ما تصفقوش بزاف. لا 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 تحرجوني. ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له قدمان؟ يمشي ويقف وليس له قدمان. يمشي ويقف وليس له قدمان. سؤال صعب. الساعة. حيت هذا السؤال تكرر بزاف. الساعة 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 ما جاتش في بالي كاع نقول الساعة. شخص من التجار ولو قمنا باقتلاع عينه طار. شخص من التجار لو اقتلعنا عينه أطار. شخص من التجار. سير. العطار. أيها الملاعين. هاد الأسئلة فيهم تلاعب بالكلمات. خصك تحيد العين تولي طار. عطار. غادي نرد معكم البلدة. ما هي الأشياء التي تكبر بالضرب؟ ما هي الأشياء التي تكبر بالضرب؟ الأطفال. الأعداد. ديروا راسكم ما سمعتونيش. إيه ونستخدمه ولكننا لا نراه حينما نستخدمه. أوف. شيء نشتريه ونستخدمه ولكن لا نراه حين نستخدمه. شيء نشتريه ونستخدمه ولكن لا نراه حين نستخدمه. نتحداكم أي واحد يعرف هذا الجواب. ناكس. احنا المسلمين لا نستعمل التابوت. هذا الشيء علاش ما عرفتوش. أما أنا ذكي جدا بحال هذا الشيء. سهل سهل سهل. أبيض ولا يلد. ما هو الحيوان الذي يبيض ولا يلد؟ ما هو الحيوان الذي لا يبيض ولا يلد؟ What؟ ما هو الحيوان الذي لا يبيض ولا يلد؟ كاين شي حيوان ما كيبيض ما كيولد. فرس النهر. ماشي فرس النهر. ديك الحوت اللي صغير كيشبه الفرس. ما هو الشيء الموجود في ذكر الحيوانات؟ ما هو الشيء الموجود في الشتاء 5 بينما في الصيف 3؟
ما هو الشيء الموجود في الشتاء 5 بينما في الصيف 3؟ اوف كنحس براسي غبي جدا. في الصيف 3، في الصيف 5، الصيف 3، خصني نفكر خارج الصندوق. الصيف 3، الصيف الصيف 3، فيها 3 ديال النقاط لياء جوج والفاء، والشتاء يا إلهي أينشتاين المغرب، الذكاء اللانهائي. وفي الشتاء 5 بينما في الصيف 3. ما هو الشيء الذي لا يبتل حتى ولو دخل الماء؟ الشيء الذي لا يبتل حتى وإن دخله الماء ولا دخل في الماء. الشيء الذي لا يبتل، شيء لا يبتل. انتما كتبوا قبل ما تسمعوا الجواب ولا نقولوا انا، باش تكون المصداقية بيناتنا ونشوفوا شكون اللي ذكي. واخا تدخلوا في الماء، شيء لا يبتل. واه شي مرات. من الذي انذر قومه وهو لا يكون من الانس ولا من الجن؟ من الذي انذر قومه وهو لا يكون من الانس ولا من الجن؟ قومه النمل، النملة هي اللي أنذرت قومها. النمل أولى الملائكة. سير نمل سليمان. رجل تحت المطر، رجل تحت المطر وعلى الرغم من ذلك لم يبتل شعره. رجل تحت المطر وما ابتلش الشعر دياله، واخا كاين هو تحت المطر. كنظن غادي يكون أصلع، ولكن قالوا ما شعره لم يبتل، كنظن أصلع. بالماء لأنه أصلع. أوكي الدراري، كانت هذه هي الحلقة ديالنا اليوم، أول حلقة من هذه السلسلة الجديدة. إلا عجبتكم كتبوا لي في الكومنت باش نكمل فيها، وكتبوا لي شحال من جواب صحيح عندكم، وما تنسوش واحد لايك كومنت غادي يعاونوني بزاف، وتابوناو باش نشوفوا فيديوهات أخرين. يلا تشاو.